الدنيا مقلوبة على الراجل اللي انت خربقته في الشارع. الظاهر طلع حاجة مهمة. وكيل وزارة، وكيل نيابة. أنا مش عارف بيعملوا معايا كده ليه. هو يلاقوا حد محل ثقة غيري يعني؟ طب أفهم. أفهمها. بخلص على مين؟ وليه؟ وإيه المصلحة؟ وبعدين أنت مجنون يابا. ما كنت ترقاد له دير سلم اسانسير. انت مش كنت قلت لي عن زبون عشان اخلص عليه؟ قول لي حكايته ايه واخلص عليه امتى. انت عجبتك اللعب؟ كله من اللي علي. ماشي بس يا وش يا وش، انما رزق رزق. الصوت هيعلى والريحة هتتشم، وانت لو اتقفشت يا حلو مش هتلحق تزعل ولا تفرق معايا. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده يعني معرفوش، حسيت اني استريحت. حسيت كده اني، حسيت اني خدت بطاري. طار؟ لا مش فاهم. عايز اقتل الناس كلها. بقالي اكتر من سنتين ما شفتكش الصبح كده، دايما تعدي عليا اخر الليل. قولي بقى جاي لي بدري ليه؟ مفيش، قلت اخد رايك في حاجه كده. انا قلت كده برضو. حاجه بخصوص واحده بنت. بجد نواتي مختار تتجوز؟ طب وماله؟ خلاص قولي هي مين وانا اروح لامها النهارده. اتجوز ايه بس؟ اسمعيني. طب قول. في واحده اعرفها عملت حادثه وخبطت دماغها خبطه جامده قوي. يا ساتر يا رب. الخبطة دي أثرت عليها وخلتها تفقد الذاكرة، بقيت مش فاكرة حاجة خالص عن حياتها. ده شغل أفلام. يوه بقى. كمل كمل. أنا بقى عن طريق الصدفة اكتشفت إن بنتي دي عاملة مصايب كتيرة جدا. جرايم محكوم عليها وهربانة من السجن وحاجة سودة. اللي حصل ده قبل الحادثة ولا بعدها؟ قبلها طبعا. تمام. السؤال بقى أنا أتعامل معاها إزاي؟ أنا عرفت دلوقتي أتعامل معاها على أساس إنها البني آدمة الجديدة اللي عاملة زي الطفل الصغير، ولا على أساس إنها البنت اللي أنا عارف إنها هربانة من حكم ومجرمة. طبعًا على إنها مجرمة. وهنا؟ قول لي بقى يا مختار، هي الحكاية دي بجد ولا تأليف؟ بجد، بيقول لك واحدة يعرفها. يبقى لازم يبلغ عنها. أولا يا سالم، أنت ما سمعتش الموضوع كله. ثانيا، البنت اللي أنا بتكلم عليها دي واحدة غلبانة أوي وطيبة جدا، وفعلا مش فاكرة أي حاجة من تاريخها. عايزني أحاسبها على حاجات هي مش فاكرة إنها عملتها أصلا؟ مش ده يبقى ظلم عن الشيخ؟ فاكرة بقى ولا مش فاكرة؟ ما هي نفس الشخص، نفس الروح الشريرة. يعني لو جات لها فرصة إنها تأذي أي حد هتأذيه. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلامه ما عجبنيش. المهم أنا أتصرف إزاي دلوقتي؟ لا أنا ما أعرفهاش، أنت اللي قابلتها وأنت اللي اتعاملت معاها. أول مرة أحس إن مخي واقف مش عارف أفكر. خلاص سيبك من عقلك وحكم قلبك. قلبي معاها، بس انا اقول له هو يعمل اللي يعمله. هتقول لي مين؟ انا همشي. هشوفك امتى؟ هكلمك. طيب بكام يا وائل؟ 45. 45؟ كتير قوي 45.
انا كنت بجيب بخمسة جنيه. خد يا واد 45 وخمسة عشان متشكرين. يلا زكا. ازيك؟ اهلا وحشتيني. هو انت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. ايه هو انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ اه نسيت. وبعدين اتلم وخليك محترم يا اخوي، انا ست متجوزه ولو ما اتلمتش بقيت مؤدب علي النعمة نخلي جوزي يذبحك على مكبتكم. جوزك ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. وتلمي يا اخويا بدل ما اخلي ليلتك دي اسود ليله في حياتك. ايه يا فتور؟ زعاي مع مين؟ ده الواد بتاع السوبر ماركو، اصله منيل ب60 نيله. لو عارف جايب ايه ولا بينيل ايه. احنا هنروح لعلي امتى؟ علي مين؟ علي جوزك؟ لا علي لوز. انت حصل لك فقدان ذاكره؟ نبقى قولي انت اللي حصل لك فقدان ذاكره. انت مالك بتحور معايا كده ليه؟ يا ولي الله، مش قبل ما علي يخش السجن كنت قاعده معاه في الشقه والشقه خلاص راحت، صح ولا لا؟ هتنطقي صح ولا لا؟ صح. وقبلها مش كان قاعد معايا في شقه امه الله يرحمها؟ يو صح. انا مش فاهمه حاجه. علي تاه وسط مخاليق ربنا زي ما انا وانتي تهنا بس كده. ايه ده؟ خد يا ولي يا ولي، نقول لنا كوبايتين شاي ولا اي حاجه. خدمت اهلك انا. شكلي وليه لسانك متبر منك يا ولية. هنقول لك كوباية شاي يا ولية. صباح الخير مختار. ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مرة ما بتردش عليا. بعدين. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح الخير. لسه المواد سالحين مرتين. ده اللي جواه؟ لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بتكلم ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا، كنت بشوف حاجة كده مهمة جدا لازم احكي لك عليها. لا لا لا، حاجة مهمة ولا حاجة؟ اقعد، انا اللي عندي حاجه مهمه وعايز احكي لك عليها. مختار انت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجه حصلت امبارح ولازم اقول لك عليها. اتفضل. انا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. اوه. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كلام. كانت متجوزها. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني.